متابعة إلى متابعة، نعكس لكم هذا الحراك الوطني في مختلف المجالات والأصعدة في هذه المحطة الليلة. نتابع فيها مشاهدي الحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية أطلقتها هيئة البيئة بعد نجاح المرحلة الأولى. نتحدث الليلة عن المرحلة الثانية برفقة ضيفتنا الكريمة. نرحب باسمكم أيها الأحبة بمنيرة بنت سالم البلوشية، أخصائية نظم بيئية بهيئة البيئة. مساء الخير منيرة، نرحب بك في برنامج بالعمل. نود أن نذكر المشاهد، نتحدث عن الحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية. بشكل عام الحملة انطلقت في محافظة ظفار في مرحلتها الأولى، وكان الانطلاق منذ ديسمبر في عام 2022. كانت الحملة ركزت في المحافظة محافظة ظفار نظرا لخصوصية المحافظة وانتشار هذه الطيور بأعداد كبيرة. تم التحرك يعني مباشرة على أساس أنه هذه المحافظة لها خصوصية من ناحية التنوع الجغرافي اللي فيها والأنواع الطبيعية المتواجدة. لاحظنا تناقص أعداد الطيور البرية، وبالتالي زادت هذه الطيور الغازية في المحافظة. ويعني مباشرة بدأنا بعمليات المكافحة، وشملت هذه العمليات المكافحة استخدام مختلف الطرق التي يعني تم اعتمادها من قبل الهيئة. يعني من التساؤلات التي يتراود أيضا في ذهن المشاهد، لماذا هذه المكافحة لهذا النوع بالذات من الطيور؟ ما هي الأخطار؟ نعم، بالنسبة للطيور الغازية طبعا نحن مركزين على نوعين من الطيور حاليا. هو في أنواع كثيرة، بس حاليا مركزين على نوعين، هما طائر الغراب الهندي أو غراب الدوري أو ما يسمى بغراب المنازل، وأيضا طائر الميناء اللي طبعا منتشر بشكل عام. بالضبط، ركزنا على هذا الطائرين نظرا للتأثيرات التي يعني مثل هذه التأثيرات التي هو سببها. فأهم هذه التأثيرات عندنا تأثيرات بيئية، تأثيرات اجتماعية، تأثيرات اقتصادية، وبالإضافة إلى التأثيرات الصحية. بالنسبة للتأثيرات البيئية شملت هي بما أنه هو طائر، فبالتالي هو جالس ينافس أنواع الطيور الأخرى المحلية. تناقص الطيور البرية، وهو في نفس الوقت كان يتغذى على صغار هذه الطيور وعلى أعشاشها، يعني يقطن في أعشاشها. ممكن حتى تلاحظ بيوض هذه الطيور في أعشاش الطيور البرية، فهو يعني كأنه يحتلها. بالنسبة للمضار الأخرى عندنا المضار الاقتصادية وما إلى ذلك، هو يأثر على المحاصيل الزراعية المتواجدة في السلطنة. عندنا ايضا يؤثر على مثل ما نقول هي الاسماك المجففه التي متواجده على المناطق الساحليه. فهذه التاثيرات كلها تاثر على الانسان العماني يعني وعلى نعم وعلى الاقتصاد بشكل عام. فهو يعني المنتج يكون ليس بتلك الجوده يعني التي يتطلبها. عندنا نفس الشيء اللي هي التأثيرات الاجتماعية، طبعا الضوضاء وإنه يخرب الممتلكات العامة بشكل عام، وطبعا لأن نلاحظه في كل أماكن يعني خاصة صحيح. في المنازل حاليا صحيح. بالنسبة للتأثيرات الصحية يعني في بعض الدراسات العالمية أثبتت أنه ينقل بعض أنواع الأمراض. طيب احنا ذكرنا في حديثنا في مقدمة هذه المحطة بأنه بعد نجاح المرحلة الأولى دشنت المرحلة الثانية. نود أن نتحدث عن النتائج الأولية في المرحلة الأولى في ظفار، كيف تصفيها للمشاهد الكريم؟ حتى اليوم يعني ما زلنا مستمرين، يعني نحن لم نتوقف في محافظة ظفار والمكافحة مستمرة. يعني بس لكن يمكن على نقول على بداية الخريف يمكن يكون في توقف بسيط. بالنسبة للنتائج يعني النتائج طيبة، والمؤشرات الأولى يعني ممتازة كثير، يعني باتباع مختلف الآليات التي يعني اعتمدناها في المكافحة. نحن جربنا مختلف الآليات، سواء كانت هذه الآليات اللي هي آلية يعني بدأنا بالمسوحات الميدانية، ثم تطرقنا إلى هي استخدام الطعوم والأقفاص. أيضا جربنا الموائد المعزولة، جربنا أنواع معينة من السموم على هذه الطيور، مواد مخدرة، جربنا اللي هي آلية الإطلاق باستخدام الأسلحة الغازية الهوائية. فهذه الآليات كلها أعطتنا هذه النتائج المبشرة. حتى اليوم ممكن أنا يعني ما أعطيكم رقم، لكن ممكن نقول إحنا وصلنا فوق 80,000 طائر التي تم القضاء عليها من هذه الطيور في محافظة ظفار، شملت هذه النوعين من الطيور. طيب محافظة ظفار كيف راح تتعامل مع المرحلة الثانية من هذه الحملة الوطنية؟ طبعا الفترة القادمة جايين على موسم خريف صحيح،
طبعا اعداد سياح تكون بشكل كبير في المحافظه. حاولنا ان يعني حتى اليوم كان في اجتماع بهذا الموضوع لان جالسين ننسق للمرحله القادمه. هذه المرحله يعني بتكون نشتغل مع الجهات الاخرى سواء شركه بيئه، بلديه ظفار وما الى ذلك في ناحيه التوعيه، وشغالين في موضوع النظافه العامه لان اوريدي يعني احنا في الهيئه يعني عندنا حمله النظافه متواجده وعندنا اللي هي خليك حريص. فهذه الحمله يعني منطلقه في المحافظه وفي سلطنه عمان بشكل عام، ولكن بتكون متوازيه مع حمله الطيور مكافحه الطيور الغازيه، بحيث ان كل ما قلت المخلفات والنفايات بالتالي هذه الطيور ستقل، لان لما يقوم الانسان بالقاء هذه المخلفات في الاماكن العامه، القاء الاطعمه في العراء، بالتالي يجذب او يجعل يعني مثل ما نقول يخلق بؤر لهذه الطيور. نعم. يعني حديثك يقودنا عن بما انه تحدثنا عن المرحله الثانيه في ظفار، حديثك يقودنا للحيز الجغرافي الاخر، المحافظات الاخرى. كيف يتم ايضا فيها هذه الحمله؟ اي الحمله القادمه ان شاء الله بتشمل محافظات شمال الباطنه، جنوب الباطنه، ومحافظه مسقط. هذه المحافظات بسبب الاعداد المتواجده، يعني لما قارنا جميع المحافظات حصلنا هذه المحافظات هي اللي تنتشر فيها هذه الطيور بشكل اكبر. بالاخص عندنا محافظه مثل ما نقول محافظه شمال الباطنه فيها اعداد كبيره بنتائج المساحات الميدانيه. نحن كما نعلم انه الانسان ايضا بممارساته الخاطئه مع الاسف يتسبب في تكاثر هذا النوع من الطيور. نود التركيز على هذه النقطه. هذه نقطه كثير مهمه، وحاليا نحن نركز على هذه النقطه مثل ما نقول كأننا نعول على الوعي المجتمعي. إذا كان المجتمع واعي لهذه النقطة وعارف هذه الأضرار بالنسبة لهذه الطيور، وبالتالي يعني ممكن يقلل من انتشارها. أهم الممارسات اللي هي خلاص صارت معروفة بالنسبة لنا، اللي هي إلقاء المخلفات في أماكنها المخصصة، إغلاق الحاويات، عندنا ممكن نقول الأطعمة التي تلقى في العراء. وحاليا يعني الجهات الأخرى يعني مثل بلدية مسقط سنت بعض القوانين أو المخالفات لإلقاء الأطعمة في العراء أو إطعام الطيور، وبالتالي خلق بؤر لهذه الطيور أو أنواع أخرى يعني غير مرغوب بها بشكل عام. بالإضافة إلى مثلا أصحاب المنازل، ممكن الأماكن اللي تتواجد فيها الأعشاش ممكن يتم تنظيفها بشكل عام، أو إغلاق الفتحات، تنظيف الحظائر، تغطية الثمار أصحاب المزارع وما إلى ذلك. نعم. ذكرتي في حديثك أيضا عن المحافظة وموسم الخريف وأنه في توقف خلال تلك الفترة، لكن مستمرون في المحافظات الأخرى بدون أدنى شك. صحيح. طيب ما عملت سابقا أي جهود في المحافظات الأخرى صحيح؟ لا، بدأنا المحافظات الأخرى كانت بدأنا بمسوحات ميدانية. حددنا البؤر وين أماكن انتشار هذه الطيور بشكل عام، سواء محافظة مسقط، محافظة شمال الباطنة، محافظة جنوب الباطنة. لكن ما بدأتوا في الآليات؟ الآليات جربنا الآليات، ويعني حتى مثل ما تقولي نشوف مدى يعني هذه الآلية إذا كانت فعالة في هذه المحافظة أو لا. طبعا هي الآليات فعالة، مثل ما نقول هي آلية الإطلاق باستخدام الأسلحة الهوائية هي أكثر آلية فعالة حاليا. جربنا آلية الإمساك هذه الطيور اللي هو بالأقفاص ونجحنا فيها. ممتاز. بالنسبة لآلية هي استخدام الموائد المعزولة أو هو تطبيق السموم، ما زلنا في طور التجريب، يعني كل مرة يعني نجرب مادة حتى نصل إلى المادة اللي هي مثل ما تقولي الفتاك على هذه الطيور، لكنها تعتبر تحدي لأن احنا نتعامل حاليا مع طائر ذكي. يعني هذا الطائر يعني ليس كالطيور الأخرى، ممكن يعني نقيس الذكاء إلى ذكاء يعني قريب من ذكاء الإنسان، يعني لأنه صار يميز السيارات اللي يعني الأشخاص القريبين، يمكن يميز الوجوه. فهي هذا التحديات التي نواجهها مع هذا الطائر. نعم. لكن الآليات هل تحاولون أيضا مدى حرصكم على تجديد هذه الآليات، استقطاب أيضا تقنيات في مجال المكافحة؟ صحيح. منيرة. طبعا لأن حاليا عندنا فرق اللي هي أول ما بدأت الحملة تم إنشاء فريقين، عندنا فريق بحثي وفريق ميداني. ممتاز. الفريق الميداني هو مهمة اللي يكون في الميدان ويجرب الآليات المكافحة. الفريق البحثي يحاول يبحث عن أجدد الطرق
والآليات. حاليا في دراسة جينية نقوم فيها بالتعاون مع الجهات الأكاديمية المتواجدة في السلطنة، اللي هي يعني حاليا هي تعتبر هذه من أهم الدراسات التي ممكن نعول عليها. بالنسبة للفريق الميداني نشتغل على مختلف الآليات ونبحث، ما زلنا نبحث ونرحب بالأفكار، يعني إذا في أفكار في هذا المجال. ممتاز. طيب هل في كل مرحلة لها فترة زمنية معينة؟ نعم. بالنسبة لكم في هيئة البيئة يعني كحملة أوكي. المرحلة الأولى انتهت. نعم. تقريبا المرحلة الثانية كم الفترة الزمنية تقريبا في محافظة في المحافظات الشمالية؟ إن شاء الله يعني بنبدأ على أساس أن ننطلق في يوليو إن شاء الله بإذن. ونستمر لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد. يعني هذه كخطة أولى نقيس مدى استجابة هذه الطيور، أعدادها إذا بدأت تتناقص. طبعا بيكون في مسح ميداني لاحق بعد هذه بعد عملية المكافحة. نعم. نختم هذا الحديث بأهدافكم التي تودون أن تصلون إليها بعد انتهاء هذه الحملة. هل هناك رقم معين على سبيل المثال؟ هل هناك الوصول إلى يعني حد أدنى من عدد الطيور الغازية في السلطنة؟ شوفي حين ممكن ما نقول عدد لأنه عدد صعب أن نحدد عدد، لكن ممكن نقول ان نريد نوصل الى الحد الطبيعي. لما تروحي مكان وتشوفي ان انواع مختلفه من الطيور متواجده، مش هذا الطيرين اللي هنا مسيطرات صار بشكل عام في بعض المواقع يعني، ولكن ان اعاده توازن الطبيعي للبيئه العمانيه مثل ما عهدنا سابقا باذن الله. نعم. كل التوفيق لكم في تحقيق اهدافكم المنشوده من هذه الحمله. خصائية نظم بيئه بهيئه البيئه منيره بن سالم اللوشيه، شكرا جزيلا. احسنتي. الله يخليك. نتواصل معكم أيها الأحبة في المتابعة الأخيرة، نتابع فيها تفاصيل لائحة تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية صدرت أيضا من هيئة تنظيم الخدمات العامة. ابقوا معنا لحديث أوفى.